طلاق أصالة نصري وأيمن الذهبي، القصة الكاملة بالحقائق والصور والأسرار. ولدت أصالة نصري في مدينة دمشق في 15 مايو من عام 1969، ونشأت فيها بالتحديد في حي أبو رمانة. والدها هو الفنان مصطفى نصري، وعائلتها تتكون من 4 إخوة هم أماني، أيهم، ريم وأنس. لدى أصالة منزل في الإمارات العربية المتحدة في قرية النخيل، كما أنها تحمل الجنسية البحرينية التي منحت لها بعد أيام قليلة من مشاركتها في فعاليات أوبريت المحبة والولاء الذي أقيم في المنامة احتفالا بالعيد الوطني للبحرين سنة 2005. تعتبر أصالة ضمن قائمة أكثر المغنيات العربيات شعبية ومن أشهرهن. كانت بداية نشاطها مع القليل من الأغاني الموجهة للطفل، ثم توالت الأغاني والألبومات والنجاحات. في عام 1986 توفي والد أصالة، كان عمرها حينذاك 16 عاما، مما جعلها تعيش في حزن عميق، أو بمعنى آخر في بحر من الأحزان التي تركت أثرها في نفسها، فتوقفت عن الغناء لمدة 3 سنوات. كانت بعد ذلك بمثابة الأب الروحي لإخوتها الصغار والمسؤولة عنهم. تزوجت أصالة من رجل الأعمال أيمن الذهبي، الذي أخذ بيدها ووقف معها وساعدها لتخطي تلك الأزمة، ورزقت منه ببنت سمتها شام وولد اسمه خالد. احترفت أصالة الغناء وانطلقت بقوة بعد وقوف زوجها معها، وكان ذلك عام 1993، ولأول مرة في ألبومها لو تعرفوا، الذي غنت فيه لكبار الملحنين والذي أطلقها في العالم العربي ولمع نجمها من بعده. لكن فجأة انقلبت حياة أصالة وتغير كل شيء. كانت الصدمة التي فاجأت محبي الفنانة حول العالم طلاق أصالة نصري من زوجها ووالد ابنيها ومدير أعمالها أيمن الذهبي بعد 15 عاما من الشراكة الزوجية والعملية الناجحة. تحولت أصالة إلى نجمة الصفحات الأولى، وتصدرت عناوين الأخبار الفنية، وطلبتها كبريات وسائل الإعلام لكشف سر ما حصل. تكلمت أصالة وفضحت الأسرار. ظهرت النجمة متألمة متوترة على الشاشات لتكشف ما صدم العالم. في حديث تلفزيوني بث في حينه، قالت المطربة السورية بأن الخيانة هي السبب الأول والأخير وراء طلاقها من زوجها أيمن الذهبي. لقد عانت أصالة بحسب أقوالها من خيانة زوجها الأول أيمن الذهبي لها، وغنت له سامحتك، وقيل أنها وجدته مع أخرى في فراش الزوجية، وهي القشة التي قسمت ظهر البعير. انتهت القصة بأن طلقته بعد خلافات كبيرة، لكنها عادت بعد فترة من الطلاق لتتزوج المخرج طارق العريان. اعترف أيمن الذهبي بدوره بأنه خان أصالة، ولو عاد به الزمن لخانها أكثر، وبرر الخيانة بأن الزوجة إذا كانت لا تدخل غرفة النوم إلا مرة كل 5 أشهر تحصل الخيانة. على أن الذهبي يناقض نفسه، ففي حديث مع أحد محطات التلفزة قال أن سبب طلاقه من أصالة يعود لما حدث في إحدى الأيام عندما اتصل بأصالة يخبرها عن أنه يعاني من مغص شديد جدا، فردت عليه قائلة: حبيبي لا تقلقني عليك، حيث كانت مع صديقتها في طريقها إلى المطعم بأحد الفنادق. وعندما وصلت أصالة إلى المطعم فوجئت بزوجها يجلس مع امرأة أجنبية، واكتشفت أنه كان يكذب عليها. وقال الذهبي حرفيا: إن أصالة اتصلت بي أكثر من مرة، ولكنني لم أسمع صوت الهاتف لأن صوت الموسيقى كان مرتفعا جدا. وعندما رأتنا أصالة سويا اتهمتني بالخيانة وضربتني، فكان رد فعلها أقوى من الفعل نفسه. واستمر الذهبي في الدفاع عن نفسه بالقول: هذه السيدة التي كنت أجلس معها هي صديقة لي ولأصالة، وهي زوجة صاحب الفندق، وما فعلته أصالة غير طبيعي. وأشار الذهبي أنه لم يخن أصالة طوال زواجه منها على مدار 15 عاما، ولم يحب امرأة غيرها، ولم يصرف قرشا على امرأة غيرها. وأضاف الذهبي: أنا النمر المجروح في حب أصالة. هذا في تصريح، لكن في تصريحات أخرى كان له اعترافات مختلفة.
في حوار آخر روى الذهبي حادثة مفادها أنه كان على خلاف مع زوجته أصالة قبيل ذهابها إلى اليونان لتصوير كليب فين حبيبي تحت إدارة المخرج طارق العريان الذي تزوجته بعدها، وأوضح أنه بسبب خلافه معها لم يرافقها إلى موقع التصوير، وأكد أن أصالة فور عودتها من اليونان طلبت الطلاق وأصرت عليه، وما إن حصلت على الطلاق تزوجت العريان بعد مدة قصيرة على تصوير الكليب. ومع هذا كله فإن الذهبي يؤكد أنه لا يملك أي دليل يؤكد خيانة أصالة له. بعد 12 سنة وفي برنامجها صولا كشفت أصالة المزيد من الأسرار بتصريحات صادمة. قالت أصالة بالحرف: كان يفترض تجديد عقدي مع إحدى شركات الإنتاج منذ 12 عاما، فجاء وفد من الشركة إلى مصر من أجل ذلك في الوقت الذي كنت فيه منشغلة بتسجيل ألبومي، وكنت وقتها مرتبطة بأيمن الذهبي الذي يعترف ويتباهى بعلاقاته وخياناته الكثيرة. أضافت أصالة: مدير الشركة عرفني على صوت خيالي لفتاة جاءت من بلد ما فغنت بشكل رائع، وانبهرت بها لامتلاكها صوتا وشكلا فظيعين. وتابعت أصالة: في هذه الأثناء أخبرني السائق بأن زوجي يتصرمح مع الستات بينما أنا منشغلة بعملي، فطلبت منه إيصالي إلى مكان تواجد زوجي، وبالفعل وجدته هناك برفقة الفتاة ذاتها، وتصرفت حينها بلا وعي ومشيت، وذهبت على الفور إلى مدير شركة الإنتاج وأخبرته عن استعدادي لتجديد عقدي شرط عدم تعاون شركته مع هذه الفتاة إطلاقا، وبالفعل لم يوقع معها ولم أسمع شيئا عنها من وقتها، وأتمنى أن تكون قد حققت حلمها بطريقة ثانية، ولذلك أنا بكفر عن ذنبي. وحالما انتهت أصالة من هذه الحكاية بدأت التكهنات حول هوية الفنانة الشابة، وشك بعضهم بالفنانة سارة الهاني رغم أنها اسم مستبعد لأنها انضمت إلى شركة روتانا وأصدرت ألبوما وأغنيات عدة منفردة، بينما أشارت أصالة إلى أن الفنانة المقصودة اختفت عن الساحة الفنية تماما. ويعود السبب وراء ترشيح سارة الهاني إلى لقاء قديم جمعها بأيمن الذهبي عندما اعترف بأنه تعرف إلى سارة عندما كان متزوجا من أصالة وأصبح المسؤول عن كل نشاطاتها الفنية، والتقى بها عندما كانت في 19 من عمرها وقد أعجب بصوتها في برنامج استوديو الفن حيث فازت وقتها بلقب أفضل صوت. هذا وكانت أصالة قد صرحت في حوار صحفي ماض: إذا نجح أيمن الذهبي مع المطربة سارة فسأعتزل الفن. إذن أصالة تعرف هذه الفنانة مسبقا وتعرف ما يهدف له طليقها الذهبي، ويبدو أن لسارة وقع كبير في قلب أيمن الذي تعرف عليها عندما كان زوجا لأصالة. وهنا محور النقاش: هل كان لسارة دور في طلاق أيمن الذهبي من أصالة؟ ولماذا خرجت أصالة للناس بفيديو كليب آسفة الذي لامس كثيرا واقعها حتى أنها كانت تقطع التصوير مرارا لتبكي ثم تعود للتصوير مجددا؟ وسائل الإعلام وقفت حائرة أمام أصالة وأيمن وفي موقف الحياد، إلا أن الإعلامية نضال الأحمدية دخلت بموقف من هذه القضية فقالت: أيمن الذهبي مظلوم، وأنا أعرف هذا الرجل كثيرا، وقد عانى من أصالة ومن سلبياتها، وكان يبكي أمامي في اللقاءات التي تتم بيني وبينه. أما أيمن الذهبي فقد راهن على فشل أصالة حينها بقوله: ستفشل رغم أنني لا أريد أن يحدث هذا الأمر. الصدمة الكبرى كانت في برنامج شو سرك الذي قدمته كارمن لوبوس وعرضته قناة LBC اللبنانية على شاشتها عام 2011، وفيه اعترف أيمن الذهبي حرفيا أنه خان أصالة عدة مرات وأنه غير نادم على ذلك، ولو عاد به الزمن للوراء لفعل ذلك وأكثر، بل لقد باح الرجل بأنه ضرب أصالة أكثر من مرة، ولكنه برر ذلك بأنها كانت تشتمه. الذهبي قال أنه هو من صنع من أصالة نجمة واتهمها بأنها خططت للزواج من طارق العريان وهي ما تزال على ذمته، كما اتهمها بأنها كاذبة حين قالت أنها غادرت منزل الزوجية بلا أموال، وفي المقابل اعترف بأنه لا ينفق على أولاده منها. منذ أيام معدودة فقط عاد أيمن الذهبي إلى الأضواء وعادت خلافاته مع أصالة إلى الظهور من جديد،
حيث ظهر على الإعلام بتصريح صادم، إذ طالب أيمن الذهبي الزوج السابق للفنانة أصالة نصري بإجراء تحليل DNA حمض نووي لابنهما خالد للتأكد من نسبه. وجاء كلام رجل الأعمال السوري في اتصال مع مجلة الجرس بعد رغبة خالد بتغيير اسمه إلى خالد طارق العريان بدلا من خالد أيمن الذهبي. قال أيمن في تصريحاته الصحفية تلك: اتخذت كافة التدابير لإجراء فحوصات DNA لابني خالد لكي أتأكد أنه ابني، لأن أمه تصر على أنه ليس ولدي وهي تتحداني في السر والعلن. نتساءل إلى متى ستستمر الخلافات العلنية بين أصالة وأيمن الذهبي، وهل سنشهد مصالحة يوما ما داخل هذه العائلة؟ من كان المتسبب بفرط عقد هذه الأسرة؟ هل كان الحق على أصالة أم معها؟ وهل أذنب أيمن الذهبي بحقها أم لا؟ الإجابة محيرة وترتبط بصحة الوقائع والتصريحات، لكن يبقى المشاهد هو الحكم الأكبر.